الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا مبعوث العناية الإلهية، ويا شمس الهداية الربانية، يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال، وأدب السفهاء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، بلغ العلا بجماله، كشف الدجى بكماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ألتقي بحضراتكم الآن على مائدة الإسلام حول القضية الثانية من القضايا التي سنتحدث فيها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. إنها قضية الزواج في الإسلام. وقبل أن نميط اللثام ونكشف النقاب ونسلط الأضواء الكاشفة على تلك القضية، نقول إن للإسلام كليات خمسا أمر الإسلام بالحفاظ عليها: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. أمر بالحفاظ على الدين فنهى عن الردة، فمن بدل دينه فاقتلوه. أمر بالحفاظ على العقل فحرم الخمر وأخواتها من المخدرات، الحشيش والأفيون، ونهى عن كل مسكر ومفتر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. أمر بالحفاظ على العرض فحرم الزنا وحرم دواعي الزنا. أمر بالحفاظ على النفس فحرم القتل. والآدمي بنيان الله، ملعون من هدم، من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا. هذا قتل النفس. إن أبواب النار تفتح أمام امرأة ماذا فعلت؟ اعتقلت، عذبت، سجنت، شنقت؟ لا، إنها دخلت النار في هرة، حبستها هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، أدخلها الله النار بسبب هذا، بسبب هرة، لا بسبب سجن ولا قتل ولا شنق. جوعتها
ويفتح أبواب الجنة الثمانية أمام رجل سقى كلبا. كلبا سقاه لما راه يلهث الثرى التراب الندي، فقال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. سقاه، قالوا وكان الرجل عاصيا فشكر الله له صنيعة فغفر له. امر الاسلام بالحفاظ على المال فحرم السرقة وحرم الغصب وحرم الاختلاس وحرم التعدي على المال، حرم انواع التعدي كلها. فالمال شقيق الروح وبه قوام الحياة. ان الزواج سنة الانبياء والمرسلين قبل رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. وجاء رسول الله الكريم فطهر الاعراض من الخنا والزنا. قال في وعيده بشر الزانية بخراب بيته ولو بعد حين. وقال في الزواج اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وقال لاولياء امر المرأة اقلهن مهرا اعظمهن بركة. اذا سألت عن الاسلام فقل انه دين اليسر لا تعقيد، لا تعقيد في الزواج. بل ان الرجل كان يأتي الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيسأله امتزوج انت؟ لا يا رسول الله. امعك ما تتزوج به؟ لا يا رسول الله. التمس ولو خاتما من حديد؟ لا اجد يا رسول الله. اتحفظ شيئا من القرآن؟ نعم. تزوج بما حفظت من القرآن فيصير القرآن مهرا. ان الرجال لا تقاس بالدراهم الا اذا فسدت المعايير واختلت الموازين وانتكست القيم فاصبحت منحوسة منكوسة معكوسة. ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال. واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة. فهي اللسان لمن اراد فصاحة وهي السلاح لمن اراد قتالا. انني لا اذهب بعيدا ولا احب ان احلق بكم في سبحات الخيال الشاسعة، انما اذهب بحضراتكم الى مدينة الكوفة وفي القرن الاول من الهجرة. وفي احد شوارع الكوفة رجل يسمى ثابتا. هذا الرجل يمشي في حر الظهيرة فيجد بستانا قد سقطت من احدى شجراته تفاحة فيلتقطها يأكل نصفها ثم يتذكر انه لا حق له فيما اكل نصف تفاح. يحاسب نفسه فيأتي البستاني ويقول له سامحني فيما اكلت وخذ ما ابقيت. فيقول له البستاني انا لا املكها حتى املك سماحك. اذا فمن صاحبها يدله على بيت صاحبه ويأخذ ثابت نصف التفاحة ويذهب الى صاحب البستان. صاحب البستان ويعرض عليه ما حدث فيقول له صاحب البستان لا اسامحك الا بشرط، ان قبلته سامحتك والا فحسابي معك في ساحة الحساب
امام من لا يغفل ولا ينام، ويجلس ثابت واعصابه ترتعد خوفا ان يكون الشرط مجحفا. فما هو هذا الشرط؟ يقول له صاحب البستان: ان ازوجك ابنتي. وهل هذا يعتبر شرطا؟ انه شرط يعتبر جائزة تقديرية ومكافأة تشجيعية، لكن صاحب البستان يستطرد قائلا: واليك اوصافها، ان ابنتي عمياء بكماء، عمياء بكماء صماء قعيدة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تمشي. ان قبلتها كزوجة سامحتك فيما اكلت، والا فلا سماح. ويطلق الرجل مليا ثم يقول: قبلت زواجها فسامحني، وسأتاجر فيها مع الله تعالى، سأقوم على خدمتها. ويستدعي صاحب البستان اثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدا على العقد، ويأتي يوم البناء فيقول صاحب البستان: لقد أعددت لك حجرة عندي. وأدخل ابنته في الحجرة واستعد ثابت للبناء، فدخل الحجرة فرآها جالسة بعدما تمت مراسيم العقد، فأقرأها السلام على حسب السنة، وقد أعطاه أبوها صورة عنها، إنها لا تسمع، إنها لا ترى، إنها لا تتكلم، إنها قعيدة. فلما ألقى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واقفة فصافحته، فعلم انها ليست بكماء وليست صماء وليست عمياء وليست قعيدة. فقال لها: ما شأنك؟ لقد حدثني ابوك عنك حديثا لم اجد فيه شيئا فيك. قالت له: ما كذب ابي، لقد اخبرك انني عمياء. نعم، عمياء عن كل ما يغضب الله تعالى. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. واخبرك انني صماء، فما سمعت باذني غيبة ولا نميمة ولا لهوا ولا لهوا. والذين هم عن اللهو معرضون. واخبرك بانني بكماء، لانني ما تكلمت بكلمة تغضب الله. بكماء عن كل ما ينهي عن ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واخبرك انني قعيدة، نعم قعيدة عن كل مكان لا يرضي الله، انما اذهب الى المسجد واسعى في الخير، فما كذب ابي ولقد صدق. قال ثابت: فنظرت اليها فاذا هي قطعة قمر، ودخل بها. اتدرون من انجبت؟ من الذي رزقه الله منها؟ لقد ولدت له الامام الاعظم ابا حنيفة النعمان بن ثابت. ابا حنيفة، انها ام ابي حنيفة. والبلد الطيب
يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هنا نعلم أن الإسلام لا يسعى وراء المظاهر، لا يسعى وراء الخدع، إنما يسعى وراء القيم، وراء المثل، وراء الأخلاق. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. الأمانة، الأمانة مسؤولية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج، حتى أنه يجعل أن رفع اللقمة إلى فم الزوجة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالت الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك صدقة؟ يقول: أرأيتم إن وضعها في حرام؟ هذا جانب الخطورة. نعم، له صدقة، لأنه عف نفسه، عف فرجه، ومن ثم فإن أبواب الجنة تفتح أمام المرأة إذا أتت بتلك المسوغات. اسمع إلى قول الصادق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها. أطاعت، والطاعة هي الطاعة. إن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر زوجها وأوصاها ألا تخرج حتى يعود من سفره، وجاءها أخوها يقول لها: إن أباك مريض. فقالت: إن زوجي أوصاني ألا أخرج، فاذهب إلى رسول الله واستأذنه. فقال له الرسول: بلغها أن طاعتها لزوجها خير من ذهابها إلى أبيها. ومات أبوها، وجاء أخوها يعلمها الخبر، فقالت له مثلما قالت له أولا. فذهب إلى رسول الله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعتها لزوجها خير. وعاد زوجها من سفره فأخبرته الخبر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: أخبر زوجتك بأن الله تعالى قد غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك، لأنه رباها وأذبها وحسن أخلاقها وعلمها الطاعة. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الزواج في الإسلام، البساطة، اليسر. من يمن المرأة يسر زواجها، وخفة مهرها، وحسن أخلاقها. فلتقبلوا أيها الشباب على الزواج، لتقيموا صروح العفة، لتقيموا صروح الطهارة والنزاهة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.